خلصت الشغل، رحت الجامعه، قلت خلاص بقى هروح على البيت. لقيت حسين بيكلمني بيقول لي ايه ده، الدنيا مقلوبه، فيسبوك وقع، واتساب وقع، انستجرام وقع، كله وقع. طب ايه يا حسين نعمل ايه؟ لقيته بيقول لي يلا يا عادل ننزل نصور حلقه. قلت له يلا بينا. عايز تتجنن يعني؟ قلت له اه يلا نتجنن. هل انت بقى في الفتره دي دخلت على فيسبوك وحاولت تبعت مسج عليه او تقلب على البوستات لقيت الفيسبوك مش شغال، دخلت على جروب صحابك على واتساب تقول ان فيسبوك مش شغال، لقيت واتساب مش شغال، قلت تشقر على الراوتر لقيته شغال عادي، قلت خلاص بقى جبرت افتح انستجرام اشوف اكونت تعرف برضو ينزل حاجة على الموضوع ولا لا، لقيته مش شغال اصلا برضو. هتلاقي ان العالم كله ما بقاش ينزل سوريز، فتقرر اخيرا تطلع من ثلاثي خط النار ده وتكتشف انهم قطعوا مية ونور. ايه القصه بقى؟ إيه فجاه بالعالم كده نلاقي ان فيسبوك انستغرام وواتساب وقعوا. الترتيب بدا من واتساب ويب الاول، بعدها دخل في واتساب، وبعدها على طول وصل لفيسبوك وانستغرام في دقائق قصيره جدا. الموضوع بدا من اول امريكا، بعدها اوروبا وامريكا اللاتينيه، وانتهى عند افريقيا واسيا. حتى اللي كان عاوز يرفع عن نفسه بانه شغل في ار هيدسيت اللي جابها من اوكيلوس ودفع فيها دم قلبه ما اشتغلتش. تخيل تبقى دافع فلوس في حاجه ماسكها في ايدك كده وما تشتغلش عشان الحاج صاحب البيت واقع. سبحان الله. والله اللي ملحوظ على ارض الواقع من ناحيه فيسبوك واللي مثبت فعلا هو ان الدي ان اس بتاع الفيسبوك اختفى. والدي ان اس ده لو ما تعرفوش فهو الخدمه الشبكيه اللي بتحولك كمستخدم لفيسبوك من خلال انك تدخل لموقع فيسبوك في الادرس بار ويترجمه الاي بي ادرس متاح من فيسبوك. ده بقى الوسيط الاكبر اللي ما بقاش موجود لشبكه فيسبوك حاليا. وعدم وجوده معناه ان في كارثه حصلت، وكارثه مش هينه ومش متعلقه بسيرفرز ممكن تتحول منها بسهوله، لا دي ازمه تصلحها مش هقول هياخد وقت، بس تنظيم ازمتها اصعب من اي حاله تانية ومش سهله في ادارتها بشكل عام. ومش عاوز برضو انط لتوقعات صعبه. بص الفكره يعني ان ازمه زي دي ما تجيش وحدها كده، لا دي تيجي من مشكله حصلت مش ازمه صيانه مثلا. طيب الناس دلوقتي بتقول ايه؟ يعني سمعنا كده على قنوات ان في طفل صيني عنده 13 سنه هو اللي عملها، وانهم قفلوا فيسبوك علشان يبيعوا داتا. احنا ما شفناش حد بيتكلم في الحوارات دي بشكل رسمي، وما نقدرش ننشر معلومه قد تكون غلط خالص، فبلاش نخش في حاجه احنا اصلا ما شفناهاش بره. كل الخبراء بياكدوا ان اللي حصل ده ما يحصلش غير من حد جوه فيسبوك، اما غلطه او بفعل فاعل فقط لا غير. مش بس على فكره المستخدم اللي اتاثر، لا ده العاملين جوه فيسبوك تواصلوا مع منصه ديفيرج وقالوا ان حتى التواصل من اجهزه الشركه وسيرفراتها بقى امر صعب جدا لان انظمتهم الداخليه نفسها وقعت، وكل الايميلات اللي بيستخدموها لشغلهم بقت غير صالحه للاستخدام في الوقت الحالي لانها طبعا بيتم استضافتها على سيرفرات فيسبوك برضو تقريبا يعني. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي او بيحاولوا يحلوا المشكله ازاي؟ الموضوع مش هينفع يتحكموا فيه من الشركه ريموتلي، لا هم خلاص نزلوا مراكز البيانات بتاعت الشركة في امريكا وبيلفوا علشان يصلحوا من نفسهم، عشان لازم يتم اعادة التعامل مع عناوين الاي بي يدويا لتسجيلها في الدي ان اس التاني او العمل على دي ان اس جديد، وغير معلوم الوقت هياخد قد ايه. بس في كلام كتير حاليا ان في ازمة فيسبوك هتقع فيها بعد ما ظهرت فرانسيس هوجن اللي طلعت تتكلم عن اساليب الشركة في التربح الزائد عن حده من استغلال الخوارزميات بتاعتها بعد ما كانت في الشركة امبارح. فيا ترى هل في حاجة حصلت بسبب كده ولا ايه النظام؟